لمزيد من المتابعة. معي من لندن مراسل البي بي سي عصام عكرماوي. عصام مرحبا بك معنا. رئيس الوزراء جونسون يواجه الآن النواب في مجلس العموم، ما المطروح أن يطرحه جونسون وما القضايا أو النقاط التي سيركز في الدفاع عنها في هذه الجلسة؟ هذه فرصة لنواب البرلمان لمساءلة رئيس الوزراء كما يحدث أسبوعيا. جونسون تحدث بالأمس عن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن هي صحيحة وكافية ولا داعي لأن تكون هناك إجراءات إضافية في هذا الوقت، رغم الأرقام القياسية التي وصلت إليها الإصابات في المملكة المتحدة بشكل عام، إذ فاقت 218 ألف إصابة حسب الأرقام الأخيرة. لكن جونسون أيضا يريد أن يوضح أن هذه الإجراءات الهدف منها هو حماية الناس، لكن في الوقت نفسه حماية الاقتصاد. هناك تذمر كبير من كثرة الإغلاقات والإجراءات التي تتخذ من أجل وضع حد أو حماية الناس من هذا الوباء، لكن رأينا مثلا نقصا حادا في أعداد المدرسين مدرسي المدارس وأيضا في الصفوف الأمامية في المستشفيات والأطباء والممرضين، بالإضافة إلى يعني أماكن أخرى مثل عمال النظافة. إذ حسب الإجراءات الحالية يتعين على الناس الذين يذهبون للعمل أن يجروا فحصا سريعا يوميا، لكن هذا أدى إلى أن يعني وجود أعداد كبيرة من الناس تقدر عندهم بمليون وثلاثمائة ألف شخص موجودون في العزل الانفرادي. هناك دراسة تقول أنه يجب أن تقتصر الفحوص على الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض. هناك الكثير من الناس الذين لا تظهر لديهم أعراض، فبالتالي هم ليسوا بحاجة للعزل أو حتى إجراء الفحوص. إذن كل هذه الأمور محمد ستناقشها الحكومة. جونسون سيدافع عن قراراته أمام البرلمان، وبالفعل يدافع عن هذه القرارات، لكن الحكومة ستقوم بتقييم الوضع، وهي تقول إنها تستمع للمستشارين العلميين وتقرر تقييم الوضع من فترة لأخرى، وهناك تقييم في 26 من هذا الشهر، وقد يكون هناك تغييرات أخرى محمد. نعم، شكرا جزيلا لك عصام على هذه المتابعة. عصام عكرماوي مراسل بي بي سي كان معنا من لندن.